اهلا بيك يا كابتن طارق مره تانية في البيت الكبير بعد هذا العمر الكبير في كره القدم، سواء كلاعب في واحد من اعظم الانديه نادي الاتحاد السكندري طبعا والنادي الاولمبي طبعا، واحد من اقدم تاني اقدم نادي في مصر يعني نادي الاولمبي، ولكن حضرتك لعبت في نادي الاتحاد ثم بطلت واشتغلت بقى مدرب بعد كده، اعتقد مسيره كبيره جدا حضرتك تتشرف بيها دائما. مفيش شك يعني تقرير انا بشكركم عليه، رجعني بتاريخ طويل جدا جدا يعني من اول طبعا ما كنت بلعب وفي نادي الاتحاد، ويعني تاريخ كبير جدا يقرب من 20 سنه مع نادي الاتحاد السكندري. واول ما توليت طبعا دخلت في سلك التدريب، طبعا كان عن طريق المنتخب، كان الكابتن محمد عمر كان هو ماسك المنتخب العسكري. ايوه. وكان لي فضل ان انا العب واخد البطوله العسكريه لان كنت خلاص قربت ابطل، وكنت في السنين الاخيره، فروحت مع كابتن محمد عمر استدعاني فروحت معاه بطوله غينيا في غينيا البطوله الافريقيه، وخدنا المركز الاول وترشحنا على اثرها لكرواتيا، وبعدين خدنا المركز الاول اللي احنا شفنا الكاس، كان كاس اولمبيات عسكريه وكاس عالم في نفس الوقت. ايوه. ويمكن ده اللي خلانا بعد كده ننظم بطوله عالم عسكريه هنا في مصر 2001 مع الكابتن عمر، كنت المساعد بتاعه، كنت المساعد بتاعه في المنتخب العسكري ومساعد بتاعه مع نادي السواحل قبل ما يتقلب لحرس الحدود قبل ما يصعد. وبعد كده توليت الحرس بعد كده او السواحل، وبعدين الحمد لله سنه 2001 ربنا كتب لنا الصعود، ومن ساعتها بقى توالت السلسله التدريبيه، كان مع الكابتن حلمي 4 سنين، ويمكن دي كانت البنايه الاساسيه للحرس الحدود. ايوه. وحققنا فيها نتائج كويسه جدا جدا مع كابتن حلمي، وبعدين كابتن حلمي ترك الفرقه توليت المسؤوليه، وبعدين 2005 واعتقد ان دي كانت البدايه بقى الحقيقيه للكابتن طارق العشري. حتى انا فاكر ان الفتره دي حضرتك غيرت طريقه اللعب حرس الحدود بالزبط. بعدها بشويه يعني يمكن الفريق الاول اللي يحصل في الفتره دي ان هو يلعب بطريقه 4-4-2. وما تنساش ان انا استدعيتك عشان تنجح الطريقه دي. لان انت فعلا يعني انا فعلا كان منقي عشان اقدر انفذ الطريقه ديت، لان انا بدات في السنه اللي قبلها وحققنا نتائج. السنه البدايه الحقيقيه للحرس هو السنه اللي احنا بنينا فيها، مظبوط، وحققنا فيها نتائج كويسه جدا، كان جيل عظيم جدا جدا. يعني وصل، يمكن انت تقول اكتر مني، وصل للنضج اولا لكثر مشاركتنا في المراكز التنافسيه في الجدول، مظبوط، وترشحنا اكثر من مره في البطوله الافريقيه ولعبنا، لان احنا لعبنا مدارس مختلفه سواء في جنوب افريقيا، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، كل دي مدارس اثقلت الفرقه بشكل كويس جدا وعطت شخصيه للفريق. درجة ما تنساش، يمكن هنا التقرير بس نسى، 2012 2011 الموسم اللي اتلغى وكان الحرس كان الأول. الحرس الاول ايوه لا كان الحرس عامل السنه دي، يعني السنه دي بالذات كانت البوادر بتقول ان الحرس هينافس على البطوله للاخر الوقت، لان وصلنا للفرقه على شخصيه، وكمان كان في نتائج موفقه طبعا في مباريات كتيره جدا جدا، فبتديك مدلول. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني تاريخ طويل مع في التدريب، والحمد لله رب العالمين كلها الحمد لله، يعني خبرات بالنسبه لي ونجاحات بالنسبه لي، سواء اخفقت وسواء نجحت، لان هو دايما طبيعي، دايما المدرب بين نجاحات وبين اخفاقات. أيوه. لكن الحمد لله اكتسبت خبره كبيره جدا جدا سواء داخل مصر الانديه اللي انا توليتها او الانديه خارج مصر.